عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو أحد الثمانية السابقين إلى الإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى يوم اختيار الخليفة بعد الفاروق عمر، وأحد النفر الذين كانوا يفتون في المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي قائم بين ظهراني المسلمين. كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو، فلما أسلم دعاه الرسول الكريم عبد الرحمن. ذلكم هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. أسلم عبد الرحمن بن عوف قبل أن يدخل الرسول الكريم دار الأرقم، وذلك بعد إسلام الصديق بيومين اثنين، ولقي من العذاب في سبيل الله ما لقيه المسلمون الأولون، فصبر وصبر وثبت وثبت وصدق وصدق وفر بدينه إلى الحبشة كما فر كثير منهم بدينه. ولما أذن للرسول وأصحابه بالهجرة إلى المدينة كان في طليعة المهاجرين الذين هاجروا لله ورسوله. ولما أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، آخى بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، فقال سعد لأخيه عبد الرحمن بن عوف: أي أخ، أنا أكثر أهل المدينة مالا، وعندي بستانان ولي امرأتان، فانظر أي بستاني أحب إليك حتى أخرج لك عنه، وأي امرأتي أرضى عندك حتى أطلقها لك. فقال عبد الرحمن لأخيه الأنصاري: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فدله عليه فجعل يتجر، وطفق يشتري ويبيع ويربح ويدخر، وما هو إلا قليل حتى اجتمع لديه مهر امرأة فتزوج، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه طيب، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن، وهي كلمة يمانية تفيد التعجب. فقال: تزوجت. فقال: وما أعطيت زوجتك من المهر؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاه، بارك الله لك في مالك. قال عبد الرحمن: فأقبلت الدنيا علي حتى رأيتني لو رفعت حجرا لتوقعت أن أجد تحته ذهبا أو فضة. وفي يوم بدر جاهد عبد الرحمن بن عوف في الله حق جهاده، فأردى عدو الله عمير بن عثمان بن كعب التيمي. وفي يوم أحد ثبت حين زلزلت الأقدام، وصمد حين فر المنهزمون، وخرج من المعركة وفيه 24 جرحى، بعضها عميق تدخل فيه يد الرجل، ولكن جهاد عبد الرحمن بن عوف بنفسه أصبح يعد قليلا إذا قيس بجهاده بماله. فها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يجهز سرية، فوقف في أصحابه وقال: تصدقوا فإني أريد أن أبعث بعثا. فبادر عبد الرحمن بن عوف إلى منزله وعاد مسرعا وقال: يا رسول الله، عندي 4000، 2000 منها أقرضتها ربي، و2000 تركتهما لعيالي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أمسكت.
ولما عزم الرسول صلى الله عليه وسلم على غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها في حياته، كانت الحاجة إلى المال لا تقل عن الحاجة إلى الرجال. فجيش الروم وافر العدد، كثير العدة، والعام في المدينة عام جد، والسفر طويل، والمؤونة قليلة، والرواجل أقل، حتى إن نفرا من المؤمنين جاءوا إلى الرسول يسألونه في حرقة أن يأخذهم معه، فردهم لأنه لم يجد عنده ما يحملهم عليه، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فسموا بالبكائين، وأطلق على الجيش اسم جيش العسرة. عند ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه بالنفقة في سبيل الله واحتساب ذلك عند الله، فهب المسلمون يستجيبون لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان في طليعة المتصدقين عبد الرحمن بن عوف، فقد تصدق بمئتي أوقية من الذهب، فقال عمر بن الخطاب للنبي عليه السلام: إني لا أرى عبد الرحمن إلا مرتكبا إثما، فما ترك لأهله شيئا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل تركت لأهلك شيئا يا عبد الرحمن؟ فقال: نعم، تركت لهم أكثر مما أنفقت وأطيب. قال: كم؟ قال: ما وعد الله ورسوله من الرزق والخير والأجر. ومضى الجيش إلى تبوك، وهناك أكرم الله عبد الرحمن بن عوف بما لم يكرم به أحدا من المسلمين، فقد دخل وقت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم غائب، فأما المسلمين عبد الرحمن بن عوف وما كادت تتم الركعة الأولى حتى لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمصلين، واقتدى بعبد الرحمن بن عوف وصلى خلفه. فهل هنالك أكرم كرامة وأفضل فضلا من أن يغدو أحد إماما لسيد الخلق وإمام الأنبياء محمد بن عبد الله؟ ولما لحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى، جعل عبد الرحمن بن عوف يقوم بمصالح أمهات المؤمنين، فكان ينهض بحاجاتهن، فيخرج معهن إذا خرج، ويحج معهن إذا حجج، ويجعل على هوادجهن الطيالسة، وينزل بهن في الأماكن التي تسرهن، وتلك منقبة من نقائب عبد الرحمن بن عوف، وثقة من أمهات المؤمنين به، يحق له أن يعتز بها ويفخر. ولقد بلغ من بر عبد الرحمن بن عوف بالمسلمين وأمهات المؤمنين أنه باع أرضا له ب40,000 دينار، فقسمها كلها في بني زهرة وفقراء المسلمين والمهاجرين وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بعث إلى أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها بما خصها من ذلك المال، قالت: من بعث هذا المال؟ فقيل: عبد الرحمن بن عوف. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحنو عليكن من بعدي إلا الصابرون. بقيت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف بأن يبارك الله له، تظلله ما امتدت به الحياة، حتى غدا أغنى الصحابة غنى وأكثرهم ثراء، فقد أخذت تجارته تنمو وتزداد، وطفقت عيره تتردد ذاهبة من المدينة أو آيبة إليها، تحمل لأهلها البر والدقيق والدهن والثياب
والأنية والطيب وكل ما يحتاجون إليه، وتنقل ما يفضل عن حاجتهم مما ينتجون. وفي ذات يوم قدمت عير عبد الرحمن بن عوف على المدينة، وكانت مؤلفة من 700 راحلة، نعم 700 راحلة، وهي تحمل على ظهورها الميرة والمتاع وكل ما يحتاج إليه الناس. فما إن دخلت المدينة حتى رجت الأرض بها رجا، وسمع لها دوي وضجة، فقالت عائشة رضوان الله عليها: ما هذه الرجة؟ فقيل لها: عير لعبد الرحمن بن عوف، 700 ناقة تحمل البر والدقيق والطعام. فقالت عائشة رضوان الله عليها: بارك الله له فيما أعطاه في الدنيا، ولثواب الآخرة أعظم. فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عبد الرحمن بن عوف الجنة حبوا. وقبل أن تبرك النوق، كان البشير ينقل إلى عبد الرحمن بن عوف مقالة أم المؤمنين ويبشره بالجنة، فما إلا مست هذه البشارة سمعه حتى طار مسرعا إلى عائشة وقال: يا أمة، أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: نعم. فاستطار فرحا وقال: لئن استطعت لأدخلنها قائما. أشهدك يا أمة أن هذه العيرة جميعها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله. ومنذ ذلك اليوم الأبلج الأغر الذي بشر فيه عبد الرحمن بن عوف بدخول الجنة، تعاظم إقباله على إغداق المال وبذله، فجعل ينفقه بكلتا يديه يمينا وشمالا وسرا وإعلانا، حيث تصدق 40,000 درهم من الفضة، ثم أتبعها 40,000 دينار ذهبا، ثم تصدق 200 أوقية من الذهب، ثم حمل مجاهدين في سبيل الله على 500 فرس، ثم حمل مجاهدين آخرين على 1,500 راحلة. رضي الله عن الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف وجميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسكنهم فسيح جناته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.